معكم انا الاخ ديال سميحه اللي اختفت من الدار البيضاء، ولقينا شي وثائق ديولها بانها عون سلطه هو اللي مختطفها. كاين وثائق كيدلوا على داكشي، وكاين كلي، وكاين بزاف الادله. كيفاش عرفتوا هذه الواقعه وقعت الاخت ديالك؟ الواقعه سيدي كانت خدامه، مشات من الخدمه وبقاش رجعت، قلنا راه غير اختفاء هذه. ملي رجعنا للدار لقينا الحوايج ديالها هما، لقينا داك الشنطه ديالها، قلبناها لقينا فيها فلوس، لقينا فيها كلي، لقينا فيها تصاور بينا وبين واحد عون سلطه اللي من المنطقه ديالنا، منها واحد تصويره. هذاك العون السلطه كان كيصيفط لها الفلوس، وكان كيهددها بانه كان عندها مع علاقه منذ 14 عام. عندها 14 عام عنده معها علاقه، وكان كيقول انا غنتزوجك، انا صبري عليا بلاتي شويه. هذه السيده تيطامع في الزواج، كتسناه اليوم غدا اليوم غدا، والله اعلم دابا شنو وقع عليها. ولكن واش هذه العلاقه عمرها كانت في خباركم انتم؟ ما انا بعدا ما عمرها في خباري انا والواليد، شي حد اخر الله اعلم، انا وبا ما عمرها في خبارنا. كون كانت في خبارنا غنمشي ليه نيشان انا نقول له شحال كبوينه. والناس ملي كيهضروا معايا في البلاد كيقول لي كلشي في خبارو الا انت وباك. قلت ليه علاش ما غايقولوهاش ليا؟ كون قالوا لي بكري غنمشي نشوف شنو كاين. السيد كانوا بينا وبين علاقه ما وصلنا حنا حتى خبار. ودرنا ديكلاراسيون في صويره، درنا ديكلاراسيون في اسفي، ونتمناو من السلطات ياخذوا لنا حقنا من هذا السيد. هو مغتصب عنده 14 سنه، عنده الاوديو ديال بانه مغتصب عنده 14 عام، وكان كيوعدها انا غادي نتزوج بك، انا غادي نتزوج بك اليوم غدا اليوم غدا. راك عارف الانسان ملي كتبدا تقول لها غتزوج بك صافي هي ديما طامعه، وعام كيبان لها قد نهار، اليوم غدا اليوم غدا. تا احنا دابا بقينا عرفنا فين كاينه، واش حيه ولا ميته ما عرفنا شنو كاينه. لا ما عمرها قالت لنا شي حاجه، ما عمرها قالت لي انا بعدا الاب، ما عمرها قالت لنا شي حاجه. نتمنوا تبان الحقيقه ديال هذه السيده، وهي الا بانت حيه هي تقول كل شيء. حنا بينا تبان لينا باش نعرفوا شنو كاين. لا هي هذيك الساعه ما فهمتش. هذيك الساعه حنا غادرنا صويره للدار البيضاء على اساس الجفاف، شويه كان الجفاف في البلاد وما كاينش اللي يعاون با، وجلسوا للدار البيضاء. ما داك الشيء ما عرفتش، هذاك الشيء ما نكذبش عليك، ما هي ماشي غادرتها بوحدها، غادرنا حنا وياها. باش كون كانت بوحدها غيبان لك شنو كاين. الساعه لا شكينا، درنا ديكلاراسيون حيت السيده ما عمرها كتغبر هذيك الغبره. درنا ديكلاراسيون عند الامن، وملي لقينا الوثائق صافي درنا ديكلاراسيون ثاني عند وكيل الملك ديال صويره الله يرحم ليه الوالدين. راه اي حاجه كنمشيو كيستقبلنا كيقول شنو، راه حنا خدامين الدارك راه غادي مزيان، راه تبان الحقيقه، غير صبروا شويه يرجع شي تسجيلات ديال الهواتف يرجعوا لينا. وهذيك الساعه تبان كلشي الحقيقه، وحنا نتمناو تبان لشي حد ولا يكون هو هذا السيد قلبه شويه ارطب يبين لنا السيده الحقيقه ديالها. عايشوا بان الناس راه مكرفسين، الناس راه كلهم مكرفسين، العائله ديالها راه كلهم مكرفسه، راه ما كيرتاحوش حتى الراحه. الانسان الا كانت فيه شويه ديال الحنانه وديال الاسلام يشوف على الوالدين ديالها والهل ديالها ورد السيده سواء ميته ولا حيه يقول لي شنو كاين. الشنطه لقينا في هذاك الكلي اللي قلت لك عليه، ودوك هذيك الحوالات البنكيه، وتصاور بينه وبين هذا العون سلطه، هادشي لقيناهم تما. واحد لاسيرونس، لاسيرونس ديال هذيك المكحله، وشي وراق ديال هذيك المكحله، على ما اظن كانت كتصايب فيها ولا بتصايبها ولا صايبتها، هذاك الشيء انا ما كنعرفش ليه. راه ربما هو اللي كان مساعدها باش تصايب ديك المكحله، حيت هي عندها اصلا لاكارت على حساب هذيك البلاصه. ايوا البنت انا بيت غنشوفها لله، داك الشيء اللي غبرت عليا راه ما بقاش فيا ما يصلح. انا بيت بنتي تبان لي، لا ميته تبان، الا حاجه تبان. هاد السيد راه غدرني دعيت لله الدم، الله يجعل ربي يحكم فيه، وانا عند الله وجلالات الملك ورجال الشرطيه ولد عمي كاينه، راه شيخ ديال القبيله هذا، الله يجعل ربي يخلصو الدم. اييه كاين، قالوا لي واحد الخطاف كيدير البلايص للبلاد، داها هو اللي حطها مات 9 و3 الليل بالراكتر هذي، ومشى هذيك راه عند جدرميه قال لي ما ودرني حطيتها مات تسعود. وهاد السيد يمكن الا جا ليها داها واش ردمها في شي غابه ولا داها لدارو ولا الله اعلم بينه وبين. وراني دافع عليهم الوراق وكل شيء وعالمهم، عالم تفتشت علمت في صويره ما خليت طما يدع، وعالم هنا في سيدي عثمان. كلمه اخيرا الرجال الدرك بينهم ياخذوا لنا حقنا من هذا السيد، ولا يبينوا الحقيقه ديال الاخت ديالي غادي يبان كل شيء. تبان الاخت ديالي غتبان الحقيقه، حنا بينا غتبان الحقيقه صافي على الاخت ديالي سواء حيه ولا ميته راه غيبان كل شيء. حيت كاين الحمد لله كاين الامكانيات في المغرب، راه شحال من واحد كيتقتل 24 ساعه يبان شكون القاتل، كاين اللي كيتختفى يبان سيمانه، هنا راه شهرين دابا، راه الوالد والوالده راه ما كيرتاحوش، راه ما تقدش تجلس معاه. وشكرا.
عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.